السلام عليكم، نرحب بكل المشاركين في قناتنا دي اي واي فور يو بروفيشنال. في هذه الحلقة سوف نتعرف على هذه القطعة الاش سي اس ار 04، هي عبارة عن وحدة قياس بالموجات الصوتية. كيف تعمل؟ فقط تقوم بإصدار صوت بالموجات الفوق صوتية في على تردد 40 كيلو هيرتز في مجال 2 سنتيمتر إلى 4 أمتار، ينتقل عبر الهواء. إذا كان هناك كائن أو عائق مادي على هذا المسار فسوف يرتد إلى يعني الصوت سوف يرتد إلى لوحة الـ HCSR04. تتكون هذه القطعة من 4 أقطاب، القطب الأول لتغذية اللوحة 5 فولت، القطب الأخير GND أو الأرضي. هذا القطب هنا تريكس بيوس انبوت، نقصد به مدخل النبض الناتج، والقطب الاخير الايكو بيوس اوتبوت الاوتبوت، نعني به صدى النبض الناتج. سوف نقوم بربطها بلوحات الاردوينو كما تشاهدون، ونضيف اليها مصباحي الليد الاخضر والاحمر. هذه مجموعة الأسلاك لتوصيل. على بركة الله نبدأ بتثبيت لوحة الـ HCS04 بلوحة تثبيت المكونات الكهربائية. كذلك نقوم بتثبيت مصباحي الليد في مكانين مختلفين على لوحة تثبيت المكونات الكهربائية، حيث الأخضر يضيء إذا لم يكن هناك حاجز، اما اللون الليد الاحمر تضيء اذا كان هناك يعني حاجز للصوت. نقوم بتحديد نقطة تغذية 5 فولت من الاردوينو الى لوحة تثبيت المكونات الكهربائية. نوصل الأقطاب GND لمصباحي الليد إلى نقطة GND على لوحة تثبيت المكونات الكهربائية. بعد ذلك نقوم بإيصال القطب الموجب للليد الحمراء إلى مدخل رقم 3 للوحة الأردوينو، ثم القطب الموجب للليد الخضراء في المدخل رقم 4 في لوحة الأردوينو. بعد ذلك نوصل قطبي بلس زائد وناقص للوحة الـ HCS04 لتغذيتها إلى منبع التغذية 5 فولت و GND في لوحة تثبيت المكونات الكهربائية. بعد ذلك نوصل قطبي إيكو وتريكس إلى مدخلي 4 و5 في لوحة الأردوينو. بعد ذلك نقوم بإيصال كيبل توصيل الأردوينو بالحاسوب كما تشاهدون. نذهب إلى واجهة المكتب بفتح كود برنامج الأردوينو. نضع المداخيل التي اخترناها على الأردوينو. أنا اخترت يعني المدخل رقم 3 4 5 6 كما تشاهدون.
اضغط على فيريفي. ثم على تيليفيرسي. كما تلاحظون يعني الليد خضراء مضيئة، إذا لا يوجد أي حاجز مادي. عند وضع اليد أمام اللوحة الاتش سي اس 04 نرى الليد حمراء مضيئة، إذا فهناك حاجز. بعد ذلك سأريكم يعني طريقة لحساب المسافة بين يدي ولوحة الاتش سي اس 04. نذهب إلى أوتيل ثم إلى مونيتور سيري. كما ترون هناك أرقام في النافذة بوحدة السنتيمتر. هنا يعني وضعت يدي على بعد 15 سنتيمترا في النافذة مونيتور سيري، نراها مسجلة. وبهذه الطريقة يتبادر إلى ذهننا يعني أجهزة تستعمل هذه التقنية، كجهاز قياس المسافة وجهاز كاشف الحركة. وبهذا يعني تنتهي حلقتنا. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.